الخير. اليوم الثانيين 22 كانون 2 يناير، يوم القمر مرافقنا من برج ناري برج الحمل، رح يبقى تقريبا 3 ايام ببرج الحمل. اجواء حلوه بترافق الابراج الناريه، واخيرا بلشت الابراج الناريه ترتاح شوي، تحديدا مواليد برج الحمل، ثانيا مواليد برج القوس، واخر مولود برج الاسد. خلونا نشوف هالنهار كيف بده يكون البدايه مع برج الحمل. بالنسبه لك نهار كثير نشيط، كثير فعال، هيدا نهار من الايام يلي بتحس حالك انك فعلا فايق بكير ومنشط ومصحصح وطالع بالك انك تواجه الحياه بقوه وبتفاؤل. بتبقى المواليد الانشط هي مواليد شهر اذار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور بصراحة هو نهار متعب بالنسبة لك، الضغوط موجودة، مش بس هيك مش رح تلاقي النتيجة اللي انت بدك اياها، فما تعب حالك، ما تعذب حالك بأمور مهمة وصعبة، لأنه على الأرجح رح تطلع سلتك فاضية، فكون حذر جدا لا سيما إذا كنت من مواليد شهر نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء بعتبر هيدا نهار حلو، أريح بكتير من اليومين اللي مرقوا، باستطاعتك أنك تنطلق بأسبوع إيجابي جدا مش شوي. اليوم تقدر تتكل على ظروف خارجية، عوامل خارجية، ما عاد كل الضغط عليك، في مساعدة لإلك، في تأييد لإلك. الأوفر حظا رح بتكون اليوم مواليد 25-26 أيار مايو. بكمل مع برج السرطان. بعد ضغوط مرقت فيها وعشتها بالثلاث اسابيع اللي مرقوا بلش الامور عندك شوي تتحسن، لكن اليوم هو من الايام يلي بتحس انه بعد في شيء ما خلص وبعده مطلوب منك انك تقدم مساله معينه، نتيجه، ورقه، تروح لامتحان معين. يمكن اليوم الجو بالنسبه لك بتحسه متعب نتفي لكن منه سلبي، فحاول تعطي افضل ما عندك. بتبقى المواليد اللي عندها ضغوط أكثر من غيرها هي مواليد حزيران يونيو بشكل خاص 25-26 و27 حزيران يونيو. بنتقل لبرج الأسد. نهار إيجابي بالنسبة لك، ولازم تعرف أنه الأسبوع أو العشرة أيام الباقيين بهيدا الشهر منهم هالقد ميسرين كتير كتير مثل ما أنت مفكر، لكن مثاقبة أنه اليوم وبكرة وبعد بكرة الجو عندك مناسب تماما، مثل وقت بتكون طايف الدنيا وفجأة بتصحى الدنيا وبيركض الإنسان ليشوف كيف بده يخلص أشغاله، فلحق حالك مولود برج الأسد. الأكثر حظا 18-19 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء الجو اليوم بيقول لك انه رتب امورك، في امور صعبة عشتها بهاليومين الثلاثة اللي قطعوا، واليوم مطلوب انك ترجع تردها، تحاول تردها لأصولها ولمسارها الصحيح. هنالك بعض التعب، هنالك بعض القلق، هنالك بعض الانزعاج، هنالك تفاصيل بدك اياها، هنالك بدك تفسير، بدك توضيح لكثير من الامور. انتبه للتفاصيل خاصة إذا عندك مسائل إدارية مالية قانونية. بتبقى المواليد اللي بعتبر في عندها حظ أكثر من غيرها 27-28 و29 آب أغسطس. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان صحيح أنت شوي انفعالي نتفي اليوم، لكن بقول لك نهار كتير مهم لتروح على الاجتماع، كتير مهم لتروح على الامتحان، كتير مهم هيدا نهار لحتى تناقش الأمور، لكن شطارتك اليوم سر نجاحك أنك تناقش بهدوء برواء وتتجنب فرض الآراء أو عدم سماع الرأي الآخر، كون فلكسبل بتنجح 100%. تبقى المواليد الأكثر توترا هي مواليد شهر سبتمبر. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب بيطلع عباله مولود برج العقرب اليوم يقعد ببيته، يقعد بمكتبه، ما لا يروح ولا يجي، يشتغل على حاله، يشتغل على أوراقه، ويحاول أنه يخلص هالنهار والأولويات المحطوطة على سكجول يخلصها. نهار متعب صحيا وجسديا، فحاول انه ما تستنفد كل طاقتك على الفاضي. الاكثر تعبا لازم ينتبهوا من المشاكل ومن الضغوط كليا 19-20 و21 نوفمبر، انتبهوا من السرعه. بنتقل لبرج القوس.
نهار حلو كتير لمولود برج القوس، وبلشت الأمور تصير فعلا مشرقة جدا بالنسبة لك. اليوم هو من الأيام الأكثر حظا فينا نقول بهيدا الشهر، وعندك 3 أيام ورا بعضها نهار في تقارب، في ناس بيتقربوا منك، في ناس بيجربوا أنه يصالحوك، في ناس بيجربوا يطمنوا لك بالك، نهار في خبر صار بانتظارك. الأكثر حظا 17-18 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي بده ينتبه شوي مولود برج الجدي على بعض المسائل المالية بشكل خاص. يمكن مولود برج الجدي في عنده مسائل مالية بتطلع من ايده، بيفقد السيطرة عليها، فمطلوب منه مولود برج الجدي يكون أروق بالنسبة لهالموضوع، ويحاول انه يتعامل مع الأمور العائلية بشكل خاص والشخصية برقي. يعني انت شخص راقي، لكن ما تلوم العائلة او احبائك اذا حسيت انه في عندهم مطالب كتيرة. الاقل حظا الاكثر تعبا 26-27-28 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو ما حدا بيقدر يربح فكرتك، ما حدا بيقدر يسبقك بهالافكار الرائعة. منافس قوي جدا، أفكار مهمة جدا، بتخليك تكون شخص المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب. أفكارك ذكية مقنعة، عندك سرعة خاطر، وقادر أنه تخلص أمورك بسرعة. الأوفر حظا 25-26-27 كانون الثاني يناير. بكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت انتبه من بعض الخبريات أو الشائعات يلي بتوصل لك أو بتقرأ لك شي خبرية تشدك نزول، بتحس حالك مقصر، بتحس حالك انه انت ما عم تاخد حقك. الاجواء اليوم متقلبة، سيف ذو حدين اليوم، القمر الموجود ببرج الدلو ببرج الحمل اليوم سيف ذو حدين، هي الشمس الموجودة ببرج الدلو كمان بتخليك تنزل نزول، بمعنى انه بتخليك تفكر، يكون عندك شك شكوك، فحاول تحافظ على الثقة بنفسك، اشتغل مزبوط، لكن ضروري تنتبه وين عم تحط مصرياتك، قد ايه عم تصرف، تنتبه على اغراضك، وبامتحاناتك بدك تفتح عينيك كتير منيح. بشكل خاص 2-3 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي السنة بعتبرها سنة كتير مهمة، سنة نشيطة كتير هيدي السنة، فيها تعدد في الاعمال، في النشاطات، في الواجبات، في النتائج ايضا. مفروض تكون سنة جيدة جدا، لأنه لا يوجد تأثيرات سلبية معاكسة بهيدي السنة. شباط فبراير حزيران يونيو أكتوبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي.